بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، من مسلمات ما تعلمنا أن الكون في جماد كهذه الطاولة، وزن حجم طول عرض ارتفاع، وفي نبات يزيد عليه بالنمو ينمو نبات، يعني له وزن وحجم وابعاد ثلاثه، ويشغل حيز في الفراغ لكنه ينمو. والحيوان كالجماد له وزن وحجم وابعاد ثلاثه، ويشغل حيز في الفراغ وينمو كالنبات، الا انه يتحرك. القطه تمشي، النبات لا يمشي. والانسان كالجماد في وزن وحجم وابعاد ثلاثه، ويشغل حيز في الفراغ، وكالنبات ينمو، وكبقيه المخلوقات تتحرك، الا ان الله كرمه وميزه وفضله بقوه ادراكيه في فهم، في علم، في قراءه، في كتابه، في تفكر. هذه القوة الإدراكية التي ينفرد بها الإنسان، ينفرد بها الإنسان عن بقية المخلوقات، هذه القوة الإدراكية تلبى بطلب العلم. وما لم تلبى هذه القوة الإدراكية بطلب العلم، الإنسان هبط عن مستوى الإنساني الراقي إلى مستوى لا يليق به. القرآن يقول أموات غير أحياء، ميت عند الله ميت، اللي ما فكر أبداً يآمن بالله، ولا يفكر منهج الله، ولا بالجنة والنار، ولا بالمصير، ولا بعد الموت، هذا عند الله ميت. قال أموات غير أحياء، وقد يكون نبضه 80 مثالي وضغطه مثالي 8-12، وهو عند الله ميت. قرآن أموات غير أحياء، معنى ذلك الحياة حياة الإيمان، حياة العرفان، حياة معرفة الله، حياة معرفة الدار الآخرة. هذه الحياة أموات غير أحياء. كنت مرة بأمريكا، فرجعت، قال لي واحد ماذا رأيت؟ قلت رأيت شعوبا تعيش لحظتها فقط. قال لا، في عنده فيلا ومسبح، وعنده سيارة فخمة، وعنده رحلات الصيف، تعيش لحظتها، وهمها الوحيد الرفاه. وهذا دين أهل الأرض الآن، بيعيش تحت سقف موضوع جنة نار،
موت، حياة، برزخ، يعيشون لحظتهم وهمهم الأوحد الرفاه، بده يشتري بيت أوسع، مركبة أحدث، يعمل سياحة لأوروبا مثلاً، ما في عنده هم إلا يترفه وينبسط. والإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه، الموت حق. لذلك الإنسان بيحدثنا دائماً عن واقعه وعن ماضيه، يقول لك أنا مهندس، خير إن شاء الله، وين درستوا؟ والله بالقاهرة. بس ما في واحد بالألف بيعيش المستقبل. احنا الحاضرين جميعا وانا معكم، بيقلل واحد يقول انا ما بموت، واحد منا الى الموت حق. طيب هذا الموت ماذا يعني؟ ماذا بعد الموت؟ اين المصير؟ يا ترى الاديان صحيحه؟ اهل الغرب ما في عندهم موت، ما عنده غير الحياه، فبده ياخذ اكبر قصف في المعاصي. الموت مو داخل بحسابه إطلاقا، والآخرة والبرزخ والجنة والنار هالموضوعات لا تعنيه أبدا. مرة عنا مندوب شركة إجنبية، يعني بعد ما انتهى عملنا أخذته لمكان جميل في الشام، عم قل له كلمة هيك عن الدين، قال لي هذه المعلومات كلها لا تعنيني، لا تكلمين، أنا يعنيني امرأة جميلة وبيت واسع وسيارة فارهة. مات ب52 بلادية بجلطة، يعني في ناس بيعملوا، يعني قال لي هالمعلومات كلها لا تعنيني، تعنيني امرأة جميلة وبيت واسع ومركبة فارهة. من الآخر، فإذا أنت عرفان في آخرة، في مواجهة مع الله، وفي موت، وفي جنة، وفي نار، وفي بقلبك رحمة، وهي ما بتجوز، وهي بتجوز، وهي حرام، وهي حلال، اشكر الله، عايش منظومة قيم. فأخواننا الكرام، لذلك أول كلمة نزلت في أول آية، في أول سورة، أول كلمة بأول آية بأول سورة، اقرأ، يعني اطلب العلم، إنه عندك قوة إدراكية، يعني عفوا، يعني حول الجامعة كم إنسان في عايش؟ شوف أنت ضعف الوازع الديني، إذا ما بيطلع واحد من المليون من اللي حول الجامعة، كل بناية ست طوابق، كل طابق فيه أربع شقق، كل شقة فيه أسرة، أب وأم وأولاد وبنات وشابان، وين هون؟ لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا وقت التجليات، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. لما تقرأ القرآن تعرف مين أنت، اقرأ، اطلب العلم، يعني حل كلمة دقيقة، خيارك مع الحد مع العلم، لا خيار وردة حمراء تزين بها، خيارك مع الهواء تستنشقه، بدون وردة بيمشي الحال، بدون هواء بيمشي الحال، بيموت في موت. خيارك مع العلم، لأنه مليون مطب في الحياة، مليون شهوة، مليون شبهة، مليون معصية. فإذا الواحد ما تحصن بالعلم، إذا ما في عنده منظومة قيم، هي حرام ما بساويها، هي ما بساويها، هي ما بجوز، هي ما بترضي الله، هي مسموح بها. لما بتعرف شيء عن الحلال والحرام والخير والشر والواجب والمباح، في برزخ، لأنه الإنسان إذا الآخرة ما آمن فيها ما بيستقيم، ما بيستقيم، ما بيستقيم.
عايش شهوات. إذا كان قوي ممكن يبني مجده على ألقاب الآخرين. هيك الحياة الآن. بيبني مجده على ألقاب الآخرين. بيبني حياته على كتب. بيبني عزته على إذلالهم. بيبني أمنه على خوفهم. هي الطغاة شعبها الطغاة. مرفع لحاله. شعب يموت من الجوع. فالإنسان إذا ما عرف الله ما طبق الدين وحش. بس يكون ذكي يعمل حاله ألف. أما عن ما تسنح له الفرصة بينقض. تسمع عن حقوق الإنسان بالعالم شيء لا يصدق. كله غير مطبق. لما بتعتدي يعني مثلا إذا الإنسان ما أخذ 1 بالمليون من حقوقه يعد بدولة متخلفة. أما تنقصف قلعة في أفغانستان يقتل 5000 بيوم واحد حضارة هي بإذنها. سيد هذا الوحش الكاسر مدام مصالحه مأمنة تلاقي ناعم بيتزين بيتجمل. أما لما تتعارض مصالحه مع الواقع بينقلب لوحش كاسر. فاقرأ أول جملة بأول آية بأول سورة يعني اطلب العلم. وخيارك مع العلم خيارك مع الهوى ومع وردة حمراء مع الهوى. وإن ما طلبت علم حيكون حتما في بدخلك حرام وفي ظلم وفي استعلام وفي انتقام. يعني مو موضوع المؤمن يعني يصلي لا. في فرق بالبنية بين مؤمن وغير مؤمن. أفمن كان مؤمنا كمن كان ميتا. يعني الفرق من الأرض للسماء بالبنى الفكرية بالتصورات بالحركة بالنشاط. بيت المؤمن مستسلم. بيت الإسلام علاقاته علاقات منضبطة. في بقلبه رحمة. أب مثالي. معلم مثالي. مدير دائرة مثالي. فالإيمان هو الأصل بحياة. إذا تقرأ طب العلم مو يعني القراءة يعني شيء ممكن بلا. إذا واحد ما أكل كرز بيموت. إذا ما أكل أكلات نادرة بيموت. بس إذا أتنفس الهواء بيموت. لما بتآمن إنه طلب العلم حاجتك لطلب العلم كحاجتك للهواء اختلف الوضع كله. هلا اقرأ باسم ربك. اقرأ من أجل أن تؤمن. هذا بسموه العلم الهادف. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ من أجل أن تؤمن. هي اسم القراءة سماها العلماء قراءة بحث وإيمان. بحث وإيمان. لأنه لما بتآمن بالله إنسان آخر صرت. إنسان آخر في رحمة. في خوف من الله. في عدل. في إنصاف. نعم. بعرف شخص عنده تقريباً هو تاجر أراضي كبير كثير. وصل حق بعد ما الأراضي ارتفعت ارتفاع جنوني. حق أراضيه مليار دولار. مليار. وعنده ابن يعمل على السوزوكي فقط. واحد معه مليار. واحد على السوزوكي بيشتغل. مش سامي داريا. ما في إنصاف. ابنك الثاني كم. فالإنسان لما بيكون بعيد عن الله ماشي مع شهواته أو مع من يحقق له رغباته. اقرأ باسم ربك الذي خلق. هي قراءة بحث وإيمان. خلق الإنسان من علق. يعني أكبر آية كونية تدل على الله باسمه
ألم نجعل له عينين؟ أول طبقة بالعين شفافة. شلون تتغذى لك ما دام التغذية بالأوعية بالجسم كله؟ أي مكان بالجسم التغذية بالأوعية إلا الطبقة الأولى بالعين، تتغذى بالحلول. أول خلية تأخذ غذاءها وغذاء جارها، ينتقل الغذاء عبر الغشاء الخلوي حتى تشوف رؤية، مو ضمن شبكة. لو كان تغذية بالشبكة بالشبكيات ترى ضمن منظومة أوعية. العين أي، الشعر أي، الدماغ أي. شو الدماغ؟ 140 مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد الآن. في خلايا قشرية في مكان ذاكرة، مكان محاكمة، أما الدماغ أساسه 140 مليار خلية سمراء استنادية لم تعرف وظيفتها بعد حتى الآن. هذا الدماغ. العين ألم نجعل له عينين؟ الأنف. أنت ماشي بالطريق دقيقة كده وراك جاي سيارة، أطلقت بوقة، أنت مو شايفة بس سمعان صوت الموتور، ناحية اليسار مو ناحية اليمين. إذا أنت ماشي هيك والسيارة هون، وصل صوت البوق للأذن هذه الأولى قبل الثانية بواحد على 1620 جزء من الثانية. وصل الصوت للأذن الأولى قبل الثانية بواحد على 1620 جزء من الثانية. بتعرف أنه هي على يمين السيارة، بيجي على اليسار. شوف الدكتور خلق الإنسان. والله في أشياء بالجسم يا أخوان صدقا لو نمضي في الحياة نمضي. الحواس الخمس، العين، السمع. أنت مثلا عينك بتغطي محل وقاعي غرفة نومك، أما السمع في أمن أكبر، في حركة بوط الضيوف. أنت مو شايف، شايف بوط النوم فقط، لقيت حركة بوط الضيوف فأنت في مشكلة. ألم نجعل له عينين؟ بعدين يعني شو هذه اللغة؟ يعني إذا كان ما في لغة وبدنا نمنع التجول كحاكي شو بيساوي؟ بده شرطة قد الشعب، كل واحد الواحد بيدرسوا على البيت، يطلع بلاغ بالإذاعة خمس كلمات تبدأ هذا الطريق. يعني أعظم تواصل، أرقى تواصل، تواصل اللغة. فاللغة آية، السمع آية، البصر آية، التوازن آية. يعني أنت تقدر تحط يسموه مانيكان، يعني تمثال بأماكن الأقمشة بالمحلات، يعني تكون بطول الامرأة، تقدر توقف تمثال بحجم القدمين ما بوقف. شوف الأرض إيش مساحتها، هيك دائرة حديدية المانيكان طبعاً بلبسوه الألبسة، هذا اسمه مانيكان. بتلاقي جسم امرأة تماماً، بس على إيش مستني؟ على قاعدة هيك. أنت شلون ماشي على قدمين لطيفتين؟ عن طريق التوازن ماشي في شيء دقيق جدا. في ثلاث قنوات بالأذن، ثلاث قنوات فيهم سائل، هون في أعصاب حساسة. إذا أنت مدت هيك بيرتفع السائل هون بمثل الأعصاب، بتعمل إيه؟ لا يمكن تركب دراجة بدون هجمة، توع راسك، بتعمل هيك توع. بس أنت تعمل تصلي. لما أنت ملت هيك السائل أفقي، لما أنت ملت طلع السائل بالقناة الثانية من هون لهون، طلعت من 2 ميلي. هون في أعصاب حساسة كثير، تكتشف أنك ملت بتعمل هيك.
لولا جهاز التوازن بالأذن ما في راكب دراجة أبدا، شيء دقيق جدا. لذلك أخواننا الكرام، التفكر أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، في اسم قراءة بحث وإيمان. عندنا قراءة ثانية، قراءة شكر وعرفة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هنا قراءة شكر وعرفان، الأولى قراءة بحث وإيمان، الثانية قراءة شكر وعرفان. شكر على ماذا؟ منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، أوجدك من عدم. أنا يعني من عادتي إذا في أمامي كتاب بشكل لا شعوري ببحث عن سنة تنظيم الكتاب طبعه، يعني يكون كتاب مطبوع قبل ما أولد أنا، في كثير كلام من أثناء تنظيم الكتاب وطبعه. أنا مين؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ انتظار حادث. فاقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم، اقرأ وربك الأكرم، منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. في قراءة ثانية قراءة شكر وعرفة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. التي عندنا قراءة الوحي والإذعان، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قال لك قلم، شوف الشفهي يحتاج إلى تواجد، درسنا اليوم شفهي، إذا ما جئنا نسمع الدرس. أما لما علموا بالقلم ممكن انتفع بتفسير مؤلف قبل ألف سنة، القرطبي عمر التفسير ألف سنة، نقرأ بالآيات الآن. علم بالقلم، بالقلم العلم ينتقل من جيل إلى جيل. هلا قد يكون في مؤلفات من ألفين سنة، نقرأ بالآيات الآن. هي علم بالقلم، بالترجمة العلم ينتقل بين الأمم، بالصوت بده تواجد، بس يكون مكتوب العلم ينتقل من جيل إلى جيل، لما بالترجم من أمة إلى أمة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني كان صار قوي، معه شهادة عليا، معه مال وفير، الآن شعر حاله قوي يستغني عن طاعة الله. يعني شوية صلاة، ليش الصلاة مثلا؟ قوي بمنصب رفيع، دخله كبير، بيستهزئ بالدين بصير. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. صار في عندنا قراءة بحث وإيمان، قراءة شكر وعرفان، قراءة وحي وإذعان. أما آخر قراءة والعياذ بالله قراءة عدوان وطغيان. هي القبلة الذكية، ما بدأ علماء كبار صاروا القبلة، القنابل العنقودية الذكية. الآن في قبلة خارقة حارقة، متر إسمنت مسلح تغرق وبتنفجر بعد ما تخرق بالملجأ، تخرق ثم تحرق. أنواع الأسلحة شيء بيخوف، كلها بدها ذكاء. صار العلم قراءة بحث وإيمان، شكر وعرفان، وحي وإذعان، قراءة عدوان وطغيان. الآن العلم
مسخر للقنابل العنقودية والانشطارية والحارقة والخارقة أبدا. والله في قنابل يعني العنقودية القبلة فيها شيء 50-60 قبلة وبتنفجر قبل بلوغ الأرض، بتدمر أفقية هذا الإنسان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فكل ما ارتقى إيمانك تتواضع لربك، وكل ما تتواضع لرب يرفع شأنك. أي علاقة عكسية، أنت كل ما تتواضع لتحت يعلى شأنك، بس تتكبر بخصمك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى.